سالم باش يكون ضيفنا زادا كيف كيف، وانتوما نجموا تكلمونا على 73 278 700 باش تشاركوا معنا في الحوار هذايا، توصلوا مشاغلكم ومشاكلكم اذا كان عندكم حاجه في قصيبه المديوني تحبوا تحكيوا عليها. سينو ما تنسيوش اليوم تنجموا تجاوبونا على السونداج نتاعنا اللي موجود على الباج فيسبوك. انت كمواطن تونسي اليوم تعطي الثقه للحكومه المقترحه من رئيس الحكومه المكلف سي الحبيب الجملي والا لا؟ اذا كان ايه تعطيونا علاش، واذا كان لا قولوا لنا علاش. وفي الاثنين احنا باش نكونوا في متابعه للجلسه، جلسه منح الثقه للحكومه المقترحه هذه اللي ديجا انطلقت يمكن عندها 10 20 دقيقه كان مانيش غالطه. باش نواصلوا في الموضوع هذا ومازلنا في بنان، معنا سبيل العبيد العريبي رئيس بلديه بنان بودر. صباح الخير ومرحبا. خير ومرحبا. مرحبا بك سبيل، اهلا وسهلا بك. مرحبا يعيشك سي بلال. انت كنت تسمع فينا قبيله شويه مدام فوزيه مديره المدرسه مدرسه 20 مارس. ما سمعتش الحقيقه، مازالوا كيخذوني اون ديريكت. باهي احنا نحاولوا نحوصلوا شويه الحديث اللي قالته، الاشكال اللي صار من الاول على العون نتاع النظافه اللي دخل للمدرسه يمكن دون علمها حسب ما تقول هي. تقول اللي رئيس البلديه تجاوزني ومشي شكي حتى للمندوبيه الجهويه، بعد نلقاو قالت نلقى سي بلال قدام المدرسه يتلفظ بكلام بذيء والفاظ نابيه معناها قدام الباب نتاع المدرسه وهز التراب نتاع المقاول. هذايا حسب تقريب الاشكال اللي صار. لا مدام هي كلها مغالطات، راهو مغالطات كبيره الحقيقه، وكل معناتها اهالي بنان يعرفوا اخلاقي مليح ويعرفوا سلوكي مليح. هل يعقل انه عون يدخل مؤسسه تربويه دون علم الاطار التربوي الغادي؟ هي قالت ما في باليش يا مدام. يا سي بلال انت بعثت لها مراسله كلمتها بالهاتف؟ لا احنا راهو من قبل عندهم هما طرف هندي كلم تاع زينه كاتيوس، هذه يمكن سبع مره نمشيو نهزوا من غير ما تعلموا. لا نشاوروا. اما شافها شكون شاورت انت مثلا البارح؟ شكون علمت باش نجموا تدخلوا للمؤسسه؟ هو مشى اكيد العون اللي بعثته مش ديما يشاور الاداره، يا صار معناتها تواصل بين المسؤولين معناتها بين سيادتك انت كرئيس بلديه حتى بالتليفون هذه التليفون علمتك قلت لها راه جايك القدام غدوه؟ هذا من قبل. لا مش من قبل نسال فيه خويا بلال. البارح 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 ايه بطبيعه اكيد ايه كلمتها في التليفون معناتها انت؟ لا احنا تلاقينا مده 4 ولا 5 ايام قلت لها راه باش تجي ناحيه الطرف الهندي. ايه شفويا هكاك تقابلتوا بالصدفه في الشارع قلت لها راه باش ايش نقول لك؟ راه احنا مو علاقاتنا باهيه ماهيش باش نحيي هما هي المديره اللي قبلها طلبت مني الازاله الكل نتاع هما كاتيس وراه بيت العساس. قلت لها خلينا كل مره نهزوا منه لانه للاسف ما عندنا محابس وين نزرعوهم ينحيوه النواء. دونك مقعد معناتها ما ثبت كان الهندي خاطر الهندي ما نجمش يمسوه. شنو اللي صار البارح؟ علاش تشنجت المره هذه الامور اكثر من العاده؟ اللي صار احنا عندنا نهارين احنا تو قاعدين ندوروا على المؤسسات التربويه الكل، تنجموا تجيو سير ترا وتشوفوا مدرسه الجمهوريه نظافه، مدرسه الجمهوريه مدرسه سالم حمدان نظافه اللي عملناها الداخل والبرا. معناتها انتم في اطار حمله هذه لتنظيف المدارس، البارح في المدرسه هذه بالذات شنو اللي صار؟ علاش وصلنا هكا؟ اتكلمني بلغه عنيفه واني في ستريكت نتاع سونات في المقنين. تفاجات الحقيقه شعلت فيا قالت يعني باش نقلب له البرويطه وباش نفكها له وباش كذا. قلت لها يا مدام، قالت لي شنو معناها تهز مدرسه 20 مارس؟ مش مدرسه سالم حمدان. قلت لها يا مدام راهي مدرسه 20 مارس مدرسه وقريت فيها وتعز عليا اكثر من مدارس اخرين. تبقينا رانا احنا اليوم ما عندناش محاباه مدرسه 20 مارس ولا سالم حمدان، رانا كل مره نلفوا. المره فاتت طلبتني وجيت نظفت وعندي تصاور التراكس الداخل التراكس والخدامه العوان الكل اني حاضر معهم السبعه نتاع الصباح وسط المدرسه وعندنا حتى تصاور ومبرم جيب شد انه كامل واجهه 20 مارس وبدينا اشغال الداخل. إيه الاشكال بودر. الاشكال اللي البارح هي جوست باش ما تهزوش انتم الاشكال الحقيقه اني تفاجات معناتها بالصوت المرتفع نتاعها واللهجه نتاعها وفكت البرويطه مع عند العامل نتاع البلديه وبزعتها في القاع وحزت له البرويطه وما باش تعطيه البرويطه كان بالسيف، معناتها فكت له الكابتيس اللي نحاها هذاك نتاع الزينه بزعته في القاع ورجعت له البرويطه كان بالسيف. اي سيدي احنا اليوم علاش نهزوا من المدرسه هذه باش نزينوا المدرسه الاخرى؟ لا يا مدام اسمعني عاد اسمعني، انا نهزوا ما ماهش راهي احنا في منافسه ولا هذوما. قلنا احنا هو قلت لك المدير قبل قالت لي نحيي الكل لانه هو زايد على حاجتهم. اي معناها سامحني سي بلال لحظه سي حافظ سي بلال لحظه المفاهمه يمكن نتاع الكاكتوس يمكن مع المديره اللي قبلها. لا حتى ما هي هذين تو دام يرموها احنا في وسط البلاد ما عندناش مده شهر ونص نحينا. اي وفي بالها وهي واقفه يعني وهي واقفه الغادي
ومش أول مرة وتاني متصل حتى العشرة. ربي سبيلين راو حسب ما قالت هي معناتها بطبيعة الحال ديما الكلام على عودتها هي قالت راو الخدام روح فرحان وتفهمت معاه حتى أنه باش يجي يخدم بعد الوقت الإداري وكان متفهم الخدام اللي غير ذلك. اللي حبيت نسأله أنا بربي خوي بليل فقط نسأل عايش خوي الغالي يا سبيلين سبيلين يا سبيلين بربي لا لا سمحني مخالف القانون بعد تفهموا وقتها في تفهموا في المسألة دي سبيلين. لا لا ما عندهاش الحق تفهم هي وياها من غير علم تفهمي وياها بعد ما عندهاش الحق هذا مخالف القانون واحنا اي اما استنى اي هذا احنا معاك ولكن اي سبيلين في هذا احنا معاك ما عندهاش الحق تفهم من وراء رئيس البلدية ولكن اسمع سؤال نتاع سي حافظ سبيلين بربي لحظة باش نفهم بعضنا. بمعنى هذه زوز مؤسسات لا هي ملكك لا هي ملكها هي هذه مؤسسة تربوية وهذه بلدية كي باش تعاملوا العباد المسؤول عليها تعامل بالإجراءات قانونية لا بمخط الخاطر لا بردة الفعل معناتها المفاهمة تصير بالتليفون مرة متفاهمين ولا مش متفاهمين ولا ما كانكم متفاهمين تو تنظاف المدرسة كان ما كنتمش متفاهمين كل واحد يعطر للآخر هي قالت اللي هو تجاوزني وبعد انت قالت نعاود لك اش قالت هي نعاود لك اش قالت هي وقال اللي هو كي انا ما كنتش انا معناتها تعاملت معاه ولا جاء هز التراب من قدام المدرسه بمعنى قرارات تاخذها البلديه كرده فعل مش كاجراء معناتها تراب مطيش ليمات كل ما غاذكمش وقت صارت المشكله وليتوا معناتها حجزتوا معناتها التراب نتاع المقاوله غير ذلك. هل يعقل خويا بلال انه مؤسسات عموميه وتلامذة تتفرج وأهالي تتفرج وجوز مؤسسات نورمالمون في خدمة المواطن يصير بها يصير بيناتها هذا كل وقالت المسألة باش توصل حتى القضاء هل يعقل ذلك؟ لحظة أش نجاوبك على النقطة القضاء هذا لا يعقل لأنه التصرف متاع السيدة المديرة تصرف غير مسؤول لأنه احنا ساكي هزينا التراب والواحد كان شفت اللي طامتاه وين كان ديجا البارح ما كان محطوط التراب لايمة الكل علاش ما هزيته كونش كسارة العركة مع المديرة؟ لا لا مش احنا كيف رينا معناتها برشة تشكيات هزينا لكسر العقل ومع العلم انه المقاولة اللي هزينا له معناتها صديقي يتسمى سيبيلين في البلدية ما عليش مشكلة بقينا طبقنا قانون تشكيات يومي الأولياء سمحني البارح مربية معلمة تخدم في مدرسة عشان مارس هبط التدوين على صفحة على جروب معناتها برنامج نيوز تشكر فيه يعني هو وقالت رئيس بلدية قام هذه مدرستك مدرسة 20 مارس معناتها هذه مدرسة سبيلين انا جست عندي حاجة اخرى الوقت ماشي اسمح لنا برشا خلي نكمل يا سبيلين تهجم عليها وتهديدها سبيلين هذي على الفضاء الافتراضي انتم هذي شأن خاص انتم مع الفضاء الافتراضي ولكن اسمعني سبيلين اللي حكيته المديرة قبيلة انه انت تلفظت بكلام خادش للحياة والفاظ نابية وسب للجلالة قدام المدرسة خنجوبك قالوا سب للجلالة أني سجل مكالمة هاتفية مع السيد مراد بو بكر معلم ولا هو قاعد يحرض فيها باش تقوم بالحوايج هذه الكل ويستعرف اللي أني ما قلتش حتى عبارة عن سب الجلالة وهل يعقل أني رئيس بلدية اي اما سبيلال سبيلال توا هكا كي نجم كي نسمعك نجم نفهمك اما كي نشوف التصويره نتاع الاطار التربوي الكل اللي يهزين ورايق مكتوبين فيها ليلي سب الجلاله قدام الشيء لا يظلم تعرف اني وقتها كي مشيت الغادي وهي جات معناتها حبت تعترض معناتها رفع المواد البناء اللي هما البرة من المؤسسه التربويه والمقاول المعني بالامر هي ما عندها حتى هذه امور انت مقاول عنده شانتي صفقه عموميه ما دخلت فيه حد شيء المقاول معناتها فاهم جي قلت له جي خويا تقص وتلزم تاعك إيه المقاول زاد كي باش تهز له الماتريال مش هو اللي باش يتضرر على خاطر المدرسه عندها اشغال سيئه ما عنده باش يتضرر لانه هو عنده مده اشغال ويعرف الاجراءات ويعرف الا الرمل ما يتحطش في الواحد الا بترخيص من البلديه علاش البارح سبيلال علاش البارح علاش البارح انتم تاخذوا اجراءات وتمشي علاش البارح علاش مش ولت البارح علاش مش اليوم فجاه هكاك مع العركه مع المديره احنا نبهنا قش من مره دي فوا نبهنا والبارح جينا هزيناه هكا سي بلال بربي ملاحظه اخرى وهذا المستمعين يسمعوا فينا معناتها في بنان وفي تونس الكل بمعنى رئيس بلدية يسجل في مكالمات وتدوينات على فيسبوك لغير ذلك رأي مؤسسات الدولة معناتها عندها هيبة وعندها والمسؤولية عندها هيبة بربي يحافظوا عليها المواطنين معاملين عليك الهيبة لا تسمح بتشويه
سمعة رئيس البلدية ولا مؤسسة ولا مديرة متاع مؤسسة تربوية. انتم الزوز مطالبين باش تحافظوا على المؤسسات متاعكم والاستقرار متاع المواطني. يا سي حافظ سي حافظ ما فماش يا سي حافظ ما تصورش فما رئيس بلدية يحب يروح المشاكل. راهو بنان بوذر فيها سبعة مديري مؤسسات تربوية ليسي وكوليج وخمسة مدارس ابتدائية، علاقتي بهم طيبة على الاخر وكلهم أصدقائي وكلهم نقعد معهم وكلهم يحبوني. وقولوا لي ألو الله يبارك دهنا قاعات الليسي الكل الواجهة عنا التصور عنا زينا معناتها الليسي زينا المدارس عطيناهم لبوبال معناتها وين يقولوا لي معناتها حشتنا بدعمكم نقولهم الله يبارك. ما تستثنيش المدرسة هذه سي بلال وحاول أنك تلقى حل للحاجات هذه. راو المسائل هذه ما تعقدش معناتها تعاونوا مع بعضكم أبريتو احنا حاجتنا بكم الزوز سي بلال. تعرف احنا شعملنا كبلدية اللي هو مش دورنا قانونا البلوك سانيتير الكل تبدل على عاتق البلدية الدينة معناتها ساهمنا في جزء كبير الداخل في القاعات على عاتق البلدية التنظيف وتوا احنا برمجين باش انه كامل الواجهه معناتها من القدام كلها في مصلحه اولادكم كلها في مصلحه اولادكم سي بلال وهذاك هو واجبكم. اسمعني غدوة احنا المعهد الاعدادي زاد كيف كيف كلمنا مندوبيه التربيه على الاثر الوضعيه معناتها المزريه اللي فيه رغم احنا دخلنا فيه قبل وجبنا له دي كاميرا دي سيرفيونس لانه كثر فيه الزفت وكثر فيه المشاكل. غدوه جاي معناتها شكون مسؤول من المندوبيه نتاع التربيه ورئيس لجنه التربيه والتعليم بلد بنبوذ رئيس لجنه النظافه باش نمشيو باش نشوفوا شنو لي زانترفونسيون اللي باش نجمو نعاونوا فيهم في نفس المدرسه هذه في 20 مارس. لا لا عندي تقول فاش كنت احكي لك يا مدام في المدارس الكل لك بلوك سانيتير كامل بدلنا احنا تقول لي شنو انت ايش شوف عندنا تصور ادخل صفحه البلديه ادخل صفحه البلديه وانا ديجا دوينات قديمه شوفها واضح سي بيلي لكن راه تقول لي انت رئيس بلديه تعامل مع التدوينات اخويا انا مجبر اخاك لا بطل اني كي تلقى انت يهزوا سب الجلاله مش معقول وحرام عليهم راه إنسان يخدم صباح وليل بشهادة أهالي بنان وإيجا شوفوا مع تسير ترى هو سي بلال حتى كي كنت حاضر معنا لو تتفكر زادة وقتها فما شكون زادة تهمك في الناس اللي دخلوا معنا بالتليفون إيه؟ على أي آه. أنه فما معناتها حتى في وسط الجلسة قال أني قلت لك لا 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 قلت لك البينة على الدعاء مثل ما يثبت راهو الجلسات بتاعنا كلهم مسجلة أون ديركت يا مدام راه واضح سي بلال قلوا أرجع قلوا أرجع وشوف لي ومد الفيديو ورا هذاك الشخص هذاك قلت لك كسروا البيت الروم تاعو انت تقلقت منها ما تجيبليش انسان عنده سوابق عدليه ويدعي مانيش باش نرجعوا بالتويلي سي بلال احنا تو مانيش باش نرجعوا بالتويلي احنا تو في نفس احنا تو في مشكل اشوفها لك في كلمه فما هذايا من الاطار التربوي راهو من وقت انتخابات خدم ضدي بطريقه مشينه شوهني معناتها ما خل واليومنا هذا قلب واجع باش نقولها تكسر للمستمعين قلب واجع ويسعى صباح الليل المساء لتشويه واني نخدم بشهادة بنان بوذر الكل ايجا شوفوا المشاريع ايجا شوفوا نظافة اش تحسنت ايجا شوفوا كل معناتها نخدموا صباح وليل وجبت موارد معناتها مالية البلدية مساعدات استثنائية ابار الميزانية بتاع الواحد واضح سي بلال والحمد لله الواحد سمعته بها وعائلتي معروفة في بنان واضح يا سيدي احنا ما نشكوش في هذي بربي فما واحد ميتر تربوي قلوا نرجع معناتها للتاريخ سهام بس ندريل كي جات القصيبة مديوني في عهد بن علي كصوت معارضة قلوا شكون كري العباد ب 20 دينار باش يمشي يضربوا المراه بالحجر سي بلال تتحمل المسؤوليه اللي زاد سي بلال ماهوش حقنا انت عندكم صفحات فيسبوك ناشطين تنجم تكتب له البوبليكاسيون هذا يوصلوا المساج مش عابر موجات راديو سي بلال سي بلال الموضوع نتاعنا لليوم توضيح المدرسة 20 مارس واللي صار البارح وولت البارح في 20 مارس الاطار التربوي وهنا فسرنا خذينا الاجابه والحديث مع مدام الشيء من متى لا يستغرب واضح سي بلال على مراه باش تمغاها ما تصغر منه حد شيء واضح شويه وكما قلت لك نتبعوا على الدين صوته مسجل انني ما ثبتش الجلاله واضح 4 دقائق ونص مكالمه هاتفيه باش نتم تتبعوا على الدين هو راهو شكرا ليك سي بلال العريبي رئيس بلديه بنان بوذر شكرا ليك يعطيكم الصحه الناس الكل مازلنا مكملين معاكم في زوم 73 يذولي ما نجموش نعلقوا بعد الموضوع هذايا بعد شويه باش نحكيوا على قصيبه المديوني بلديه قصيبه المديوني باش يكونوا حاضرين بحضيره اليوم سي رئيس البلديه سي محمد رضا الحاج سالم وانتم معنا بالتليفون على 73 278 600 خليكم معنا ما تبعدوش.